بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذه هي الحلقة 90، الدرس 7 في اقتصاديات الموارد والبيئة، تحت عنوان الزمن الأمثل لاستخراج المورد أو استغلاله Optimal Extraction or Logging Time. فهذا الموضوع كثير مهم في عملية استخراج على سبيل المثال النفط أو الغاز أو قطع الأشجار من غابة معينة، حتى يعلم بالضبط صاحب المورد متى يستخرجه حسب الأسعار وحسب نمو قيمته. وعلى بركة الله نبدأ، راجعا أن يكون فيه الفائدة المرجوة بإذن الله. زمن أمثل استخراج الموارد، في حالات كثيرة يواجه مالك مورد طبيعي ما السؤال الآتي: ما هو الوقت الأفضل لاستغلال أو استخراج المورد؟ وهو السؤال الذي عادة ما يندرج تحت عنوان رئيس، هو الزمن الأمثل لاستخراج المورد استغلاله Optimal Extraction or Logging Time. في سبيل توضيح ذلك، نقول بأن قطع أشجار الغابة لأغراض تجارية، مثلا قطع الأشجار من أجل أن أصنع منها أثاث أو أبيع الخشب كما هو، يخضع لقاعدة علمية متعلقة بتوقيت القطع والحجم المتوقع من الأخشاب، حجم الشجرة وبالتالي ما هو الحجم المتوقع من الأخشاب. وعادة ما يطلق عليها مسألة قطع الخشب اللي هي Problem of Timber Cutting، أو مسألة التخزين Problem of Commodity Storage في بعض الأحيان. لنفترض الآن بأن قيمة الخشب من أشجار ما، كمثال بسيط جدا لكن بعطينا فكرة بالضبط عما يجب أن نقوم به من ناحية رياضياتية ومنطقية. لنفترض بأن قيمة الخشب من أشجار غابة ما تخضع لمسار الدال التالية. عندي هون V تساوي A للقوة الجذر التربيعي لـ T. V حيث قيمة الخشب value of the timber أو wood تساوي A constant، وهون عبارة عن ثابت، و T الجذر التربيعي طبعا T، لكن T هو الزمن بالسنوات على سبيل المثال، حيث ترمز به لقيمة الخشب بحوذات العملة دينار درهم دولار وهكذا، أي عدد ثابت وتي للزمن بالسنوات مثلا. الآن نقوم بتحويل الدالة بواسطة صيغة القيمة الصافية المتصلة المستمرة اللي هي Continuous Present Discounted Value PDV، لكن بالContinuous كما يأتي، سأشرح لماذا طبعا بعد قليل. هلا PDV Present Discounted Value هو عبارة عن حاصل قسمة الفاليو أو قيمة الخشب حسب المعادلة اللي ذكرناها قبل قليل، هي هذه المعادلة V تساوي A للقوة الجذر التربيعي لـ T. لكن الآن Present Discounted Value أو قيمة الصافي الحالية تساوي قيمة الخشب حسب الدالة مقسم على معامل Discount أو تخفيض لكنه مستمر، وسأشرح بعد ذلك يعني بعد قليل هذا الشيء إن شاء الله. ويتساوي بالحالة هاي V مضروب طبعا إذا رفعناها الآن للبسط، هذه الآن في المقام عندما نرفعها البسط تتغير إشارتها فتصبح V مضروبة في E للقوة سالب RT، حيث E العدد النايبيري أو الإكسبونينشال نمبر. أوكي، الآن هنا القيمة الصافية الحالية، هنا الدالة الأصيلة، وهنا معامل التخفيض المستمر Continuous Discounting Factor. الآن صيغة التخفيض ERT هي البديل عن، لنفترض انه في عندي طبعا هون كاش فلو، تدفقات نقدية CF كاش فلو، بدي اعرف، لنفترض انه في عندي يعني الان تدفق نقدي خلال السنوات نون الجاية 5 سنوات 10 سنوات، فكل سنة يأتيني مبلغ معين، طبعا هاي بدي انا احصل على القيمة الصافية الحالية اللي هي Present Discounted Value لهذا المبلغ المستقبلي، وبالتالي بقسم كل كاش فلو بسنته مقسم على 1 زائد R، حيث R سعر الفائدة أو معامل التخفيض بالحالة هي سعر التخفيض للقوة T. فT بنبدأ طبعا 1 2 3 حتى نهاية حتى نون، ما يعني أنه هون عندي الكاش فلو التدفق النقدي ديسكريت، يعني كل سنة بسنتها أو شهر بشهر أو فترة زمنية متقطع. لكن عندما اخترنا E للقوة RT وهي الصيغة المستمرة الـ continuous indefinitely continuous لهذه الصيغة المقطعة، تشير أو يعود السبب في اختيار طبعا إلى تغير قيمة المورد مع كل لحظة زمنية. أنا بحدد على الخطأ الطبيعي هنا، مع كل لحظة زمنية، حيث ترمز R لسعر الخصم الفائدة مثلا.
ناخذ اللوغاريتم طرفي داله البي دي في البريزنت سكان فاليو يساوي في في اي للقوه سالب ار تي لنحصل على المعادله التاليه. هاي الناتشرال لوج اللي هي لوغاريتم طبيعي للبي دي في تساوي ناتشرال لوج اوف في في اي قوة ناقص ار تي، وتساوي طبعا عندما تدخل الان يدخل اللوغاريتم على كميات مضروبه ببعضها البعض بفكفكها وتصبح جمعا، لكن لان الاشاره هون سالبه فتصبح النتيجه قبل النهائيه لن في تساوي ناقص ار تي وتساوي الجذر التربيعي لتي طبعا اللي هو في مضروب في اللين اوف اي كما ذكرناها قبل قليل ناقص ار تي. دعني اذكركم بها بعد اذنكم، هنا اللي هي هذه الداله، هذه الداله في تساوي اي للقوه او مرفوعه القوه سالب تي، وبالتالي عندما ناخذ اللوغاريتم فبصير عندي اللوغاريتم اوف اي، لكن هاي تصبح معامل لوغاريتم كما بينا قبل قليل. نرد عيدها هون ان شاء الله اللي هي هذه الصيغه، اذا الصيغه قبل النهائيه تصبح هذا معامل الجذر التربيعي على تي مضروب في الناتشرال لوج او اللوغاريتم الطبيعي الى اي ناقص ار تي. الان من اجل الحصول على الزمن تي الامثل الاوبتيمم تايم نقوم باشتقاق الداله، داله اللي هي داله البريزنت سكانر فاليو او داله القيمه الصافيه الحاليه، وبتساوي طبعا بهذه الحاله الجذر التربيعي على تي مضروب في الناتشرال لوج اي اللوغاريتم الطبيعي ل اي ناقص ار تي، وتكون المشتقه الاولى كما ياتي. الان تعرفوا اشتقاق اللوغاريتم يساوي واحد على الداله بعدين مضروب في اشتقاق الداله بالنسبه للمتغير الذي ناخذ المشتقه بالنسبه له وهو تي، وبالتالي يساوي واحد على بي دي في مضروب في دي بي دي في دي تي، وتساوي بهذه الحاله اي عند الجذر التربيعي التي اللي هو تي قوة نصف تصبح المعامل نصف مضروب في تي قوة ناقص واحد ناقص نصف، لانه واحد ناقص او نصف ناقص واحد بيطلع عندي ناقص او سالب نصف مضروب في الناتشرال لوج اوف اي اللي هو الجذر عفوا اللوغاريتم الطبيعي ل اي ناقص ار، لانه اشتقينا بالنسبه لتي فتذهب تي الان، او دي بي دي في دي تي تساوي بي دي في في نص في تي للقوة ناقص نصف ناتشرال لوج اوف اي اللي هو اللوغاريتم الطبيعي ل اي ناقص ار. اوكي ضربناها، ضربنا الطرفين في البي دي في حتى نتخلص من هذا الكسر. استكمال لذلك تعظيم القيمة الصافية الحالية يتطلب مساواة مشتقة الدالة، هذه المشتقة الآن بنساويها بالصفر، بنصاب بالصفر أي أن الآن الديريفيتيف بي دي في بالنسبة لتي تساوي بي دي في مضروب في 1 هاف اللي هي نصف في تي للقوة سالب 1 هاف أو سالب نصف في الناتشرال لوج اوف اي ناقص اي ار تساوي صفرا بقسمة الطرفين على بي دي في حتى نتخلص من هذا، يحصل ما يلي الآن نصف التي للقوة سالب نصف مضروب في اللوغاريتم الطبيعي ل اي تساوي ناقص ار تساوي صفرا، أي أن ما يعني بأن نصف تي القوة سالب نصف في اللوغاريتم الطبيعي ل اي ناقص ار يساوي صفرا، اي ان اللوغاريتم الطبيعي ل اي مقسم على 2 في الجذر التربيعي ل تي تساوي ار، لو افترضنا بان اي تساوي 3 وار تساوي 5% فان الحل النهائي يكون كما يلي، اي ان تي تساوي 120 سنة. إذا كان فعلا يعني قيمة الخشب تنمو بمقدار 3 للقوة الجذر التربيعي، هنا 3 اللي هي الـA كما ذكرناها بالمعادلة الأولى، لو ترجعوا لها بتكتشفوا يعني دقة الافتراض هذا، فA تساوي 3، إذا 3 مرفوع للجذر التربيعي التي بالحالة هاي تي 120، وإذا كان سعر الفائدة أو سعر الخصم 5% فإن هذا يتطلب استخراج المورد بعد 120 سنة. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون فيه الفائدة المرجوة طلبتنا جميعا في كل أقسام الاقتصاد في الجامعات العربية الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى مقطع آخر إن شاء الله، المقطع 91 إن شاء الله.